يقول اريد ان اذهب الى جدة لاشتري بعض الاغراض، هل يجوز لي عند عودتي الى مكة ان احرم من جدة واؤدي العمرة؟ هذا طيب، نعم، اذا ذهبت الى جدة لحاجة واردت الرجوع الى مكة تحرم بالعمرة من المكان الذي نويت منه العمرة، اذا نويت في جدة تحرم من جدة. نعم.